اليوم تم عقد واحد عقد شراكة مع شبكة التنمية السياحية القروية بجهة سوسمسا. اليوم بدينا بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية بجهتنا سوسمسا. هذه الشاحنات ستصل وستجول إن شاء الله عبر التراب الوطني وكذلك بالديار الأوروبية، خصوصا بالإسبانية والفرنسية والبلجيكية والبرتغالية والإيطالية الألمانية إن شاء الله. هاد كما كتشاهدوا المقطورات تحمل الصور وراء أبواب المقطورة لتسهيل المأمور أمام السائح الأجنبي وكذلك المواطن المغربي لأخذ الموقع الإلكتروني لولوج هاد المؤهلات الطبيعية السياحية بجهتنا سوسمسا. كما كتهدف هاد الاتفاقية لتشجيع الاستثمار السياحي بجهتنا سوسمسا خصوصا في المجال القروي، وكذلك خلق مزيدا من فرص التشغيل لدى الشابات والشباب المنطقة حاملي المشاريع. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد فروه رئيس شبكة التنمية السياحة القروية بجهة سوسمسا. اليوم كنتواجد بساحة الأمل بأكادير، غنسني واحد اتفاقية بين شبكة التنمية السياحة القروية بجهة سوسمسا والجمعية الوطنية النقل الدولي عبر القارات فرع ديال الجنوب. الهدف ديال هاد الاتفاقية هو الترويج بالمنتوج السياحي والمآتي السياحية خاصة بالعالم القروي بجهة سوسمسا اللي كيكون فيها 5 الأقاليم. وكما قلت احنا الهدف ديال الأصلي هو السياحة القروية بالعالم القروي، وهاد اللي سيمورهم وكاد الكاميرات غينتقلوا الدول الأوروبية. احنا باش نعرفوا بالمنتوج السياحي ديالنا بجهة سوسمسا خاصة في أوروبا إن شاء الله.